Call of Duty Black Ops 4 إصدارها أخرى من السلسلة مثيرة للاهتمام من تطوير الاستوديو الشهير Treyarch، لكن هذه المرة يبدو أن السلسلة ستسير في اتجاه مختلف عن السابق بخروجها عن المألوف وتقديم ما هو جديد. إليكم مراجعة سريعة للعبة الحربية الشهيرة Call of Duty Black Ops 4 لنراها الأبلة اللعبة بلاء حسنا لاستعادة عشاق السلسلة من جديد. إذن Call of Duty جديدة، لكن هل من جديد في طريقة اللعب؟ ليس الكثير، لكن اللعبة تخلت عن أكثر العناصر المزعجة في الإصدارات الأخيرة، والحديث هنا عن خصائص جيت باك، القفزتين والمشي على الجدران، وكأن السلسلة عادت من جديد بعد غياب طويل. أيضا تم التخلي عن استعادة الصحة الأوتوماتيكي وأصبحت بشكل يدوي. كذلك هناك ميزان لصحة اللاعب والخصم كإضافة جديدة. ميكانيكية اللعب قد تختلف مع كل طور من أطوار اللعبة الأربعة: طور الاختصاصيون، طور اللعب الجماعي، طور الزومبي، وأخيرا الإضافة الجديدة على السلسلة طور بلاك أوت، أو بصريح العبارة طور باتل رويال المخصص لكول أوف ديوتي. وناس نتحدث عن كل طور على حدا. Call of Duty Black Ops 4 وعلى غير عادة السلسلة تخلت عن طور القصة، فبعض اللاعبين كانوا مهتمين بقصص السلسلة والبعض الآخر لم يهتم بأمرها ليتوجهوا مباشرة إلى أطوار اللعب الجماعي فور شراء اللعبة. لكن بدلا من ذلك تم إضافة طور جديد للعب الفردي يحمل اسم الاختصاصيون، وفي هذا الطور يتم استعراض قصص شخصيات اللعب الجماعي بشكل فردي مزودة بالعروض. لكن للأسف هذا الطور ليس جيدا بالمقارنة مع قصص السلسلة أو حتى مع بقية الأطوار، مجرد مهام تدريبية من الشخصية الشهيرة فرانك وود وعدة مهام مشابهة لطور اللعب الجماعي مع بعض العروض السينمائية. ليست هناك أي مهام مميزة كمهام العمليات الخاصة من أجزاء مودرن وارفير أو حتى كمهام طور الزومبي، وهذا أسوأ ما قدمت هذه الإصدارة. لم يتم التركيز كثيرا على هذا الطور، لكن بدلا من ذلك ركزوا على بقية الأطوار. طور اللعب الجماعي عاد من جديد بطريقة اللعب المعهودة مع أنواع عديدة من المهام. شخصيات هذا الطور هم الاختصاصيون الذين ظهروا في بلاك أوبس 3 مع بعض الشخصيات الإضافية. لكل شخصية بعض الأدوات المميزة وأيضا سلاح أو خاصية فريدة يمكن الحصول عليها جراء عمليات القتل، تماما كما كان الوضع في بلاك أوبس 3. وكبقية أجزاء السلسلة يمكن الحصول على الأسلحة والأدوات والتطويرات أثناء تقدمك في هذا الطور. تم أيضا استعادة بعض الخرائط من أجزاء بلاك أوبس السابقة والتي يصل عددها إلى 14 خريطة. ما يعيب طور اللعب الجماعي في هذه الإصدارة هو قلة الأسلحة والألعاب بالمقارنة مع الأجزاء السابقة. عدا ذلك طور اللعب الجماعي جيد جدا وقابل للعب. الطور الأكثر أهمية في هذه الإصدارة هو الطور الجديد على السلسلة بلاك أوت، الطور الذي وعدت به أكتيفجن قائلة أنه الطور الأكثر طموحا بالسلسلة. كبقية ألعاب باتل رويال سيتم وضع اللاعبين في خريطة كبيرة شاملة بعض المناطق الشهيرة من السلسلة، فبعد الهبوط من المروحيات سيتحتم عليك البحث عن الأسلحة والأدوات والمؤن، ومع مرور الوقت تبدأ الخريطة بالتقلص حتى يقترب اللاعبين من بعضهم البعض لتنتهي اللعبة بخسارتك أو بقتل جميع اللاعبين. يمكن اللعب بشكل فردي أو على شكل فريق مكون من 4 لاعبين. أيضا بلاك أوت توفر مختلف المركبات والمروحيات للتنقل في أرجاء الخريطة. كذلك الزومبي موجودون في هذا الطور وبقتلهم يمكن الحصول على بعض الأسلحة. بشكل عام اللعبة قدمت تجربة جديدة ممتازة بطورهم الجديد بلاك أوت، فيه الكثير من المتعة خاصة عند اللعب مع الفريق، وهي بالفعل إضافة إيجابية على السلسلة. طور الزومبي يعتبر من أعمدة السلسلة أو على الأقل سلسلة بلاك أوبس، بل أنه تم التركيز بشدة على هذا الطور في هذه الإصدارة. طور الزومبي يتضمن نفس طريقة اللعب المعتادة في قتل قطيع من الزومبي وفتح الأبواب والبحث عن الأسلحة والخفايا والأسرار وحل الألغاز، لكن مع بعض الإضافات. هناك 3 خرائط متوفرة منذ الإصدار 9 وأيضا رحلة اليأس، حيث قدمت شخصيات جديدة على السلسلة. أما قصة دماء الأموات استعادت شخصيات الزومبي الشهيرة نيكولاي وتاكيو ودمزي والدكتور ريكتوفين. يمكن تعديل الترسانة واختيار الامتيازات وأيضا اختيار 4 أكاسير أو مشروبات سحرية، وكل أكسير يعطي بعض الخصائص المؤثرة يمكن الحصول عليها عن طريق صنعها من المختبر. توجد هناك بعض التمائم لها خصائص عدة، لكن الحصول عليها صعب للغاية ويمكن استخدام تميمة واحدة واستهلاك في لعبة واحدة. هناك أيضا الأسلحة المميزة والتي تعطي قوة هائلة لقتل الزومبي. أثناء اللعب قد تجد بعض القطع التي يمكن جمعها لصنع الدروع. أيضا بالإمكان تطوير الأسلحة لكن بمبالغ طائلة. يمكن أيضا القيام بجولة تدريبية للتعرف أكثر على طريقة اللعب والميكانيكيات الجديدة. استوديو Treyarch دائما ما يبذل جهدا كبيرا في طور الزومبي كونه من أكثر الأطوار شعبية لدى اللاعبين، فلا داعي للقلق بشأن طور الزومبي.
بلاك أوبس 4 قدمت تجربة جديدة لعشاق السلسلة مع العودة إلى بعض الأساسيات. طور الاختصاصيون ليس جيداً، أما طور اللعب الجماعي ينقصه بعض العناصر لكنه قابل للعب. عدا ذلك اللعبة أدت بشكل رائع بطور الزومبي الحماسي وأيضاً طور بلاك أوت الجديد والذي قد يحدد توجه السلسلة مستقبلاً. كول أوف ديوتي بلاك أوبس 4 هي من أكثر الأجزاء تميزاً وهي العودة الحميدة للسلسلة بعد غياب طويل. على كل حال هذا كانت مراجعة سريعة لكول اوف ديوتي بلاك اوبس 4. اذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والاعجاب والاشتراك بالقناة وايضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.